التقيت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بمنشور أحد المتابعين واللي سأل الذكاء الاصطناعي عن أفضل ممثلة بالوطن العربي، ونشرت نادين الصورة اللي بتحمل المحادثة بين المعجب والذكاء الاصطناعي، حيث برد الروبوت بأنه من الصعب تحديد أي من الممثلات بالعالم العربي أفضل بسبب وجود العديد من الممثلات الموهوبات، إلا أنه بيعتقد أنه نادين نسيب نجيم هي واحدة من أفضل الممثلات وقدمت أدوار مميزة بأعمال درامية عديدة، كما وتغزل الذكاء الاصطناعي بجمال نادين وأضاف أنه عندها شخصية قوية وجذابة، وعلقت نادين على الأمر وقالت رح تجننوني مع مين عم تحكوا يا جماعة، حتى الروبوت عارف شخصيته. نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبوس على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو جديد جماعه بسلم حداد بكواليس تصوير أحد مشاهدهم بمسلسل خريف عمر، وظهرت كارمن بشخصية ليلى إلى جانب سلم بشخصية عمر وسط أجواء رومانسية، حيث غنوا معا أمل حياتي للراحلة أم كلثوم، ويذكر أنه علاقة حب بتجمعهم مع بعض بالمسلسل واللي بيلاقي رواج واسع بين الجمهور. وخريف عمر هو العمل الأول اللي جمع كارمن لبوس وسلم حداد معاً. شاركت الصفحة الرسمية الخاصة بالممثلة السورية نادين خوري صورة لافتة لإلها من كواليس تصوير مسلسل العربجي واللي عم يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وأشارت بالصورة أنه هي كانت متقمصة للشخصية لدرجة أنه أرعبت طاقم العمل من نظرة وحدة، وكتبت بكواليس تصوير العربجة كنا عم نصور درية خانم لما انتبهت علينا وطلعت فينا بهالنظرة وفهمكم كفاية، شعرنا بالخوف وقلنا جايين الدور. كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا بآخر تصريحاتها عن حقيقة فكرة عودتها لزوجها السابق الفنان عمرو دياب، مبينة أنه الموضوع ما بيخطر ببالها، ومضيفة خلاص الحياة أخذت كل واحد في سكته والصداقة أنسب لنا دلوقتي، وتابعت أنا مش أكتر وحدة فهمت عمرو دياب، وإحنا كنا صغيرين وقت زواجنا وأعرفه من صغرنا ونعرف بعض كويس، ولكن مش أكتر وحدة أفهمه ومش فكرة غير الحاجات الحلوة اللي بنا ومش بحب أفتكر الحاجات الوحشة. ورداً على سؤال من الأنسب لعمرو دياب أوضحت الأنسب هو اللي يقدر يقرره، لأن العلاقة بين اتنين لازم يكون فيها تفاهم وكيمياء، ووجهة نظري لا علاقة بها بالموضوع. دخلت المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا التاريخ بمهرجان كوتشيلا ليل السبت كأول فنانة بتأدي مجموعة كاملة باللغة العربية بمهرجان الموسيقى الشهير كوتشيلا بإنديو بولاية كاليفورنيا، وقالت إليانا كانت مسؤولية كبيرة، مثلت ثقافتي وشكلت هذه المشاركة نقطة تحول مفصلية في حياتي، سأتابع العمل بحب. إليانا رسخت نفسها كواحدة من ألمع النجوم الصاعدات بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون هيدا العام مع استعراض مدته 45 دقيقة على مسرح جوبي قدمت فيه باقة من أجمل أغنياتها.